جزء ولا سبب من أسباب الإنتقالات القضائية، لكن أيضا مع قانون إصلاح القضاء وإلا منظومة إصلاح القضاء. يعني مثلا متعلق أكبر من مجرد معناتها تعهد بإنجاز قانون ما، المسألة متاعه تعهد بتحقيق عدالة وتعهد بالبدء فعليا وجديا في منظومة الإصلاحات اللي بشأنها ومعناتها بفضلها باش نقولوا احنا حطينا روحنا في السكة الصحيحة. يعني الخطر حسيته برشا، مش فقط مسيلة اهل الشهداء اللي هي وهي دي باس، وانا ايضا انا وبعض الزملاء، هو في الحقيقة وقفنا مع روحنا قبل ما نخدم مع الناس، وقفنا مع روحنا بمعنى انه شهدائنا حتى ما ينكر اللي هما جابونا الحرية وهما جابونا الكرامة وهما جابونا معنى المواطن، واذا ذي حقهم إذا حقهم يضيع راهو حقوقنا احنا هذية معها تضيع معها. فاللي يحب اليوم يقف ويخرج يزم يستوى، يزم يفهم اللي هو واقف مع روحه قبل ما يقف مع الشهداء. الشهداء يقوا حقهم عند ربي بإذن الله، ما عنده اللي 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 معناتها اللي قتلهم واللي غدر بيهم واللي ضيع لهم شبابهم واللي حرق الوالدين دنيا ولا في الاخر، لأمن بربي يعرفتوه تاخ شيخ الجزائر نتاعو. المسألة أكبر وأعمق، أولا مسألة تحقيق عدل، مسألة تحقيق استحقاق ثوري، مسألة تحقيق إنصاف للأهالي هذه، مسألة أكبر وأعمق يعني تكريس الحقوق اللي هما عطاوها لنا بدمائهم، اللي هي الكرامة، اللي هي الحرية، اللي هي المواطنة والإنسانية. هذا هو أنا أقول لك الملخص بتاع التصرف اللي قمنا به أنا وبعض الزملاء ومساندينا كل الزملاء، حتى اللي ما علقوش العضوية نتاعهم راهو كيف ومساندينا، وكان لازم بالشق يعلق العضوية والبقية تخدم، كان لازم باش يتمر أكل القانون هذاك نتاع الهيئة نتاع القانون لأنه ما يقلش أهمية، لكن إذا كان باش تعدى القوانين هذيا بمعزل عن تصحيح المسار، رانا قاعدين نحضر في غطاء قانوني للثورة المضادة بجي تحكم غدوة بأحنا عملناه هنا، غطاء عملناه هنا نحن. لذلك أن يزم نفيقوا بهالمعادلة الصعيبة هذيا اللي من ناحية يزمنا نكمل المرحلة الانتقالية في أسرع وقت وبدونها لما تدخل البلاد في الرقبة في حرب أهلية وفي إفلاس وإلى آخره، ومن ناحية أخرى كيفاش من غير ما تكون على حساب الكرامة، على حساب الحرية وعلى حساب القيم الثورية اللي بها هي باش نجموا نرجعوا معناتها نكونوا مواطنين، نسحقوا نكونوا مواطنين.